اقفل معاك صفحه نهائي دوري الابطال وافتح معاك صفحه اليورو. بدايه طبعا ابارك لك على وصول منتخب ايطاليا للدور قبل النهائي، وخليني اخد رايك قبل ما اتكلم على مواجهه اسبانيا بكره. من وجهه نظرك ازاي نجح مانشيني في اعاده شخصيه وهيبه المنتخب الايطالي مره ثانيه، وازاي خلق بجيل يعني خالي من النجوم او من الاسماء الكبيره منتخب قوي جدا اصبح مرشح للتتويج ببطوله يورو 2020؟ اريد ان اقول لك شيئا هاما جدا. بصفه شخصيه هنأتي مانشيني على ما يقدمه مع المنتخب الايطالي، وكنت افضل المتفائلين عندما قام مانشيني بتدريب المنتخب الايطالي. مدرب ذكي جدا، خلق روح من الجماعه داخل الفريق، لديه روح ويتعامل مع الجميع بشخصيه قويه، يجتمع دائما من اللاعبين ويحثهم على اهميه هذه البطوله. هناك اشياء تحدث في الكواليس الايطاليه بعيده عن الصحافه، ومن الافضل لنا كايطاليين ان تكون هذه بعيده عن الصحافه. هناك اشياء كثيره في ايطاليا تحدثنا فيها مع الصحافه خلال هذه البطوله، ان المنتخب الايطالي لديه العديد من العناصر القويه. ايطاليا لم تفعل هذا من المفاجاه. ايطاليا قامت باشياء كبيره جدا، لعبت خارج ايطاليا وداخل ايطاليا ولعبت جميع الفرق. ما يقدمه مانشيني ليست بالمفاجاه. غدا المباراه اسبانيا ستشاهدون ايطاليا مختلفه تماما عن الادوار الاقصائيه ودور المجموعات. نجحت ايطاليا في التعامل مع الاختبار الحقيقي والقوي ليها في بطوله اليورو بتجاوز عقبه بلجيكا، لكن الماتادور الاسباني قصه مختلفه، وواحد من الفرق برضو المرشحه لتحقيق اللقب. ازاي بتشوف سيناريو المواجهه بين الاثنين، وايه اهم نقاط القوه في المعسكر الاسباني والمعسكر الايطالي من وجهه نظرك؟ الأمور صعبة جدا. غدا المباراة ستلعب على مراحل، مباراة الخاسر فيها سيغادر والفائز سيصل إلى النهائي ويلعب على حلمه. المنتخب الإيطالي لديه العديد من نقاط القوة تتمثل في لورينزو إنسينيا وباريلا وكيزا. إيطاليا لديها نقطة قوة تبدأ من خط الدفاع. تعلم دائما أن الإيطاليين يبدأون اللعب من الخلف، يقومون ببناء الهجمات من خلال كيليني وليوناردو بونوتشي ثم ماركو فيراتا الذي يقوم بتوزيع اللعب. لدينا العديد من نقاط القوة بالنسبة للمنتخب الإيطالي. المنتخب الإيطالي قوي جدا بالنسبة لمنتصف الميدان. من الأربعة اللي تأهلوا بالفعل للدور قبل النهائي، إيطاليا، إسبانيا، إنجلترا، الدنمارك، مين الأقرب لتتويج اللقب من وجهة نظرك؟ بالنسبة لوجهة نظري إيطاليا إنجلترا سيكون نهائي اليورو. هم أقوى فريقين ويستطيعون. وأكرر لك هذا من وجهة نظري، اسبانيا فريق قوي جدا ووارد الهزيمه غدا امام اسبانيا، لكن اتمنى فوز ايطاليا، لان العالم الايطالي كله ينتظر هذه البطوله بفارغ الصبر. انجلترا تقدم اداء اكثر من رائع. اقول لك من الان انجلترا طريقها سهل للنهائي، لكن غدا الفائز من ايطاليا واسبانيا سيصبح بطل اليورو. خليني اعرف الافضل من وجهه نظرك على مستوى المديرين الفنيين في بطوله يورو 2020. مانشيني بالطبع بدون شك، روبرتو مانشيني، لويس إنريكي أيضا من أفضل المدربين في البطولة والذين يقدمون كرة رائعة. وأفضل لاعب خصوصا لو كان من اللاعبين الصاعدين، يعني أنا عارف طبعا سوبر ستارز في البطولة دي كتار جدا، لكن مين من اللاعبين الجداد تتوقع ليه أنه يكون واحد من نجوم الكرة في العالم؟ باريلا
باريلا قوي جدا ويقدم أداء رائع مع المنتخب الإيطالي، ويلعب الآن في الإنتر وفاز مع الإنتر ببطولة الدوري. أنا أعشق باريلا ويقدم بطولة، وباريلا يقوم بالتحكم في رتم المباراة. ولدينا أيضا لورينزو إنسينيا، ولدينا فيدريكو كييزا الذي يقدم مباراة من أفضل مبارياته، لدينا أيضا فيراتي لوكاتيلي. ذلك هم عناصر إيطاليا ومستقبل إيطاليا. سؤالي الأخير الحقيقة بمناسبة ذكرك لأهم عناصر المنتخب الإيطالي، وأضيف عليهم سبيناتزولا رغم إصابته طبعا بقطع في وتر أكيلس، لكن سمعنا عن عروض كتير جدا بتنهال عليهم بالاحتراف، هل تعتقد أن ده يأثر على مشوارهم في بطولة اليورو سلبا؟ بالطبع خسارة كبيرة لمنتخب إيطاليا وللكرة الإيطالية ولنادي روما الإيطالي. إصابة سبيناتزولا وجعت قلوب الإيطاليين وستكون خسارة كبيرة لنا بالطبع، لكن إيطاليا تستطيع أن تعوض سبيناتزولا. لدينا البديل إيميرسون بالميري، ولدينا دكة احتياطي قوية جدا تستطيع عمل الفارق في مباراة غدا أمام إسبانيا. للأسف أنا حزين لإصابة سبيناتزولا، لكن سيتم تعويضه غدا. جيوفاني سولينس بشكرك شكرا جزيلا، طبعا المدير الفني السابق لكايزر تشيفز، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتنا على الهواء في السادسة.